مرحبا، بدي رحب فيكن بحصة الرياضيات ببرنامج مدرستي. أنا شمس بعلمكن هيدي المادة، ومثل دايماً بكل درس جديد بيكون عنا أشياء جديدة نتعلمها. نتعلم كيف نقريها، يمكن نتعلم اسمها، مرات نتعلم كيف بتنكتب، وكل هيدي أشياء مهمة ومفيدة لإلنا. حضروا حالكن اليوم منيح لدرسنا، لأنه من خلاله رح نكون عم نعمل مراجعة على كتير دروس أخذناها من قبل من خلال بعض الأنشطة. خليني أترككن هلأ لتسمعوا لأغنية الأرقام وتغنوها منيح، ومن بعدها منبلش حصتنا. جدي لديه مزرعة فيها هو يعمل، ولديه حيوانات يعدها كل يوم. واحد حمار ينهق، اثنان بطاطان، ثلاثة خراف ترعى، ما 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 أربعة أرانب تقفز، خمسة جداء شراهم عصافير يطيرون في الأجواء، ودوما يزقزقون سويو سويو سويو. My grandfather has a farm and he has animals. He works and counts them. Let us count with him. جاهزين يا أصحابي حتى مع بعض نعمل مراجعة سريعة للأشياء اللي تعلمناها سوا؟ أسلوب الجمع هو لما نجمع رقم مع رقم تاني بيعطينا مجموع، منسميه باللغة الإنجليزية addition. We add يعني منضيف منزيد، كأنه منجمع. وأكيد أنتو كتير منيح متذكرين اللي تعلمناه، علامة الزائد يعني هي العلامة يلي بتخليني أعرف أنه أنا زدت رقم على رقم، وعلامة يساوي يعني بتعطيني بالآخر المجموع النهائي. خلينا نتذكر شوي مع بعض هيدي الدروس. أنا عم بلعب بطابتين، اجت اختي وجابت معها اربع طابات، واحد اثنين ثلاثة اربعة. انا عندي اثنين، واحد اثنين، واختي جابت معها واحد اثنين ثلاثة اربعة. كم طابة صار عنا كلهم سوا؟ خلينا نكتب هيدي العملية الحسابية على اللوح بالارقام. انا عندي اثنين، زادت عليهم اختي يعني زائد كم واحد، كم طابة، كم بول بنسميها باللغة الإنجليزية، واحد اثنين ثلاثة أربعة طابات زائد أربعة، المجموع يساوي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. فإذا صار عندي كل المجموع ست طابات. خليني اكتبها باللغة الإنجليزية. I have two balls. My sister added
for added يعني ضافت addition plus يعني ما هيك منزيد عم تزيد زادت على الطابات تبعولي أربعة plus four the sum equal 1 2 3 4 5 6. رح ننتقل لمثل آخر. إجا لعنا ثلاثة ضيوف ونحن بحاجة حتى نضيفهم شاي لثلاث أكواب، واحد اثنين ثلاثة. دورنا بالخزانة ولقينا إنه عنا كوب واحد فقط، يعني نحن المجموع يلي بدنا إياه هو ثلاثة، مزبوط؟ لأنه في ثلاث أشخاص، ثلاث ضيوف جايين لعنا ولازم نعطي لكل واحد كوب، يعني بدنا ثلاث أكواب. فنحن عنا بالبيت كوب واحد، كم كوب لازم ضيف حتى يصير عندي المجموع ثلاثة؟ كم كوب لازم زيد حتى يصير عندي المجموع ثلاثة؟ واحد اثنين ثلاثة. خليني أفكر، بحط واحد براسي وبكمل على أصابيعي، واحد اثنين ثلاثة. فإذا كم كوب لازم زيد أو اشتري؟ اثنان، مظبوط. يعني واحد زائد اثنان، هذا واحد اثنان يساوي ثلاث أكواب. خلينا نعمل هيدي العملية الحسابية باللغة الإنجليزية. We have three visitors. عنا ثلاث ضيوف. We need the sum of three cups. One, two, three. We have يعني عنا one cup. How many cups we need to add؟ يعني كم كوب لازم نضيف؟ One plus I put one in my head, two, three. So لازم زيد كوبان، واحد اثنين، one, two. خلينا نكتبها هلأ بالأرقام. One plus two equals 1 2 3. Very good. نكتبها بالعربي ومنبلش من الجهة اليمنى من اليمين. واحد زائد اثنان يساوي ثلاثة. كتير منيح. والمثل الأخير عن الجمع، أسلوب الجمع، هو إنه عنا بالشارع كان في خمس سيارات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس سيارات. Five cars. 1 2 3 4 5. ضل في بالشارع خمس سيارات، ما زادت ولا سيارة، يعني زائد صفر، ولا شيء. كم سيارة بيكون في عنا بالشارع؟ خمسة زائد صفر، 5 plus 0. خلينا نكتبها 5 plus 0 equals 5 plus 0، يعني 5.
مظبوط. بنقولها بالعربي 5 زائد 0 يساوي 5. مظبوط. فإذا نحن لما نجمع الأرقام مع بعضهم ونزيدهم على بعضهم رح يطلع عنا كل مرة مجموع مختلف بحسب الأرقام يلي عنا ياهن من الأساس. انتبهوا كتير منيح على هيدا الموضوع، ولما تزيدوا فيكن ذكروا انه فيكن تعدوا على أصابعكن، بتحطوا الرقم براسكن بذاكرتكن، بعدين بتكملوا العد على أصابعكن تتشوفوا شو هو المجموع أو the sum، المجموع النهائي، الجواب النهائي. ركزوا كتير منيح، اكتبوهن عندكن وتابعوا معنا هيدي الحصة لمزيد من الأنشطة. مثل ما وعدتكن هلأ رح نتابع مراجعة أسلوب الجمع، ورح يكون عنا بعض الأنشطة كمان على اللوح بدي اياكن تتابعوا معي. أول شي رح أعمله رح أرسم دوائر، أول دائرة، ثاني دائرة، وثالث دائرة. بأول دائرة رح حط دجاجة واحدة، وبدنا نخلي المجموع يصير 3 بتاني دائرة رح حط هرتان، وبدنا المجموع يصير 6 وبتالت دائرة رح حط قطع الحلوى 3 وبدنا المجموع يصير 4. هلا انتو راح تساعدوني تنشوف كم شي لازم نزيد لحتى يصير عنا هيدا المجموع. بأول دائرة في عنا دجاجة واحدة، 1 chicken. كم دجاجة لازم زيد تيصير المجموع 3؟ بحط 1 براسي وبكمل على أصابيعي، 1 2 3. فإذا لازم زيد دجاجتين، 1 2. خلينا نعدهم هلا سوا، 1 2 3 والمجموع بصير 3. 1 2 3 the sum will be 3. 1 plus 2 I added 2 chicken. 1 plus 2 gives us 3 equals 3. بتاني دائرة في عنا هرتان، كم هرة لازم تزيد حتى يصير المجموع 6؟ عندي 2، لازم زيد كم وحدة ليصير المجموع 6؟ 6. خلينا نعدهم، 2 حطها براسي بذاكرتي، 2 3 4 5 6. فإذا أنا لازم زيد 4 هرر، 1 2 3 4، 2 زائد 4 بيعطوني 6. 2 I put 2 in my head. 2 3 4 5 6. 2 plus 4 gives me 6. يعني I should add، لازم زيد 4 هرر، 1 2
ثلاثة أربعة. ننتقل لثالث دائرة فيها ثلاث قطع من الحلوى ونحن بدنا المجموع أربعة. قديش لازم زيد ليصير المجموع أربعة؟ خليني أحسبهم. بحط ثلاثة براسي، ثلاثة كمل على أصابيعي، أربعة. فإذا بس بدي زيد قطعة واحدة. خلينا نكررها باللغة الإنجليزية، 3 in my hat I count on my fingers. 3 4. لازم زيد 1 cupcake. وهلأ خلينا عدهم، 1 2 3 4. 1 2 3 4. 3 plus 1 equals 4. 1 plus 2 equals 3. 1 + 2 = 3. 2 + 4 = 6. 2 + 4 = 6. 3 + 1 = 4. 3 + 1 = 4. خلينا نعمل هلأ تمرين آخر. رح نكتب هون 3 4 5 6 وحدهم رح نكتب معادلات حسابية تنشوف أيها منهم المجموع بيكون 3 4 5 أو 6. 3 4 5 أو 6. واللي بتوصل يعني اللي بالمجموع تبعها مثلا بيكون 4، رح نرسم خط من هون لهون وهيك بنكون عم نختار الجواب الصحيح. خلينا نبتدي. 2 + 2 تعطينا equals، يعني 2 + 2 يساوي. بعدين رح نتابع ونحط 3 + 3 = 3 + 3 يساوي 2 + 1 = 2 + 1 يساوي. ورح نكمل ونحط 1 + 4 = هلأ منشوف 1 + 4 يساوي. وآخر وحدة رح اكتبها هي 6 + 0 = يعني 6 + 0 يساوي. خلينا نشوف هلأ الأجوبة الصحيحة. 2 + 2 قديش هو الجواب؟ I put 2 in my hat. 3 4. 2 براسي و 2 هون يعطوني 4. فإذا رح جيب خط من هون على رقم 4. 2 + 2 يساوي 4. 2 3 4. عظيم. اللي بعدها 3 + 3 = خلينا نجرب مع بعض، عدوا معي. 3 بحطها براسي وبكمل عد على أصابيعي، 3 4 5 6. 3 4 5 6. فإذا الجواب هو 6، رح أوصلها بالجواب الصحيح. 3 + 3 يساوي 6. اللي بعدها 2 + 1 = 2 3 + 1 2. بزيد عليها 1 2 3، يعني بيعطيني الجواب 3 2 + 1 2 3. فإذا رح أوصلها برقم 3.
1 plus 4 equals 1, 2, 3, 4, 5. زدت 4 على أصابيعي على رقم 1 اللي حطيته براسي. 1, 2, 3, 4, 5. فإذا 1 plus 4 الجواب هو 5. 1 + 4 يساوي 5. وآخر وحدة 6 + 0. بحط 6 براسي وزيرو على أصابيعي ماشي، بيطلع الجواب 6. رح أوصلها بالجواب الصحيح. 6 + 0 يساوي 6. وانتو كمان يا أصدقائي تذكرون دايما، اكتبون، تعلمون منيح واحفظون. بما انه نحن عم نحكي عن كتير ارقام، بما انه هون في عنا 4 قطع حلوى وانا كتير بحب اكل منهم للكب كيكس منسميهم، شو رأيكم نذكركم باغنية رقم 4؟ بتقول هيك: 4 عدوا معي، 4 عدوا معي، 1, 2, 3, 4. سهلة؟ قلوها كمان مرة معي بصوت عالي: 4 عدوا معي، 4 عدوا معي، 1, 2, 3, 4. وهيك ضلكن تذكروها وكرروها، وهلا اسمعوها مع الموسيقى وغنوا معها. هل 3 + 2 يساوي 6؟ كلا. 1 + 5 يساوي 6؟ نعم صحيح. هل 4 + 1 يساوي 6؟ كلا. هل 3 + 3 يساوي 6؟ نعم صحيح. هل 1 + 3 يساوي 4؟ نعم صحيح. خلونا هلأ نبلش مع بعض نعمل فقرة الأشغال اليدوية وفكرة الأشغال اليدوية اللي حضرناها لليوم. اليوم راح علمكن تعملوا نملة. نملة باللغة الإنجليزية يعني أنت. النملة معروفة إنه هي كتير نشيطة وبتضل تشتغل بالصيف وبتجمع أكل لوقت الشتاء الصعب لما بيكون في كتير برد، فهي بيكون عندها مونة. نحن لازم نتعلم منها للنملة وما نكون كسلانين. شوفوا كيف النملة جسمها مقطع فيه 3 أقسام. فأنا رح أعمل شكل بيضاوي، بعدين رح أعمل هيك شكل صغير مثل الدائرة، وبعدين رح أرجع أعمل شكل آخر بيضاوي. بعدين رح استخدم المقص حتى قصها، بس انتو طلبوا من حدا كبير يساعدكن لانه المقص ممكن يأذيكن.
رح قص على الخط يلي أنا رسمته. أكيد برجع الورقة يلي بقيت بقدر دغري كبها لحتى ما وسخ المطرح يلي أنا قاعدة فيه. رح حطها هلأ عجنب وبعدين رح كبها بسلة المهملات مش على الأرض. هيدا النملة هيدا جسمها بيكون عندها 6 أرجل 6 legs، عندها 6 إجرين، 3 بيكونوا من هيدي الجهة وثلاثة بيكونوا من الجهة المقابلة. يعني إذا جمعناهن مع بعض، هلأ رح أرجع لزقهن، يعني إذا جمعناهن مع بعض قدي بيطلع المجموع؟ هلأ منعدهن. واحد اثنين ثلاثة من هيدي الجهة، واحد اثنين ثلاثة من هيدي الجهة، 1 2 3 1 2 3 3 plus 3، يعني 3 زائد 3 زدنا عليهم 3. خليني أول شيء لزق لها إجريها لتقدر تتحرك هيدي النملة. هني ممكن يكونوا أرفع إجريها بس حتى نشوفهم منيح نعملتهم شوي صغير اكبر تنقشعهم، بس هي بيكونوا يمكن هيك كتير رفاع. اوكي، 1 2 3، وهلأ رح اعمل 3 على الجهة المقابلة. شفتوا كيف طويتها؟ هلأ رح ارجع فرجيكم وحدة كيف طويتها تتصير اجر. شوفوا بطويها شوي من الطرف من هون، برجع بطويها بالعكس هيك لورا، بطويها من الجهة التانية، يعني بتصير هيك تتصير الإجر. فإذا خلينا نعد الإجرين تبع النملة، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 3 زائد 3 يساوي 6، 3 plus 3 equals 6. جربوها انتو كمان واعملوها، حطوها حدكم تتذكروا الجمع لما يكون المجموع النهائي 6، واكيد تذكروا كل الاشياء التانية يلي تعلمناها من خلال الانشطة الماضية يلي عملناها سوا. هلأ صار الوقت حتى ودعكم، رح اترككم مع اغنية الارقام ومن بعدها بكون قلتلكن باي لانه بتكون خلصت حلقتنا. برجع بلتقي فيكن بحصة جديدة.